بقى محدش عايز يعرف انا حامل ولا لا. حاولت اجيب الجيبه والشعر في نفس الكادر، مش عارفه ايه ولا. اهلا بيكم في حلقه جديده بالتفصيل. انا مثلا النهارده الفيديو ال100 اللي بالتفصيل. النهارده فات 100 فيديو او فات 99 فيديو على بالتفصيل من اول ما بدات. يعني النهارده فيديو مش هيبقى مميز قوي، يمكن يبقى فيديو خفيف كده اسئله واجوبه، بس هو يعني ميزته او امتيازه بالنسبه لي هو ال100. مش مصدقه ان انا قدرت اعمل 100 فيديو بمتوسط 10 دقائق الفيديو في خلال سنه وكام شهر، خصوصا ان هم اغلبهم كانوا في السنه دي. يعني انا قبليها كنت مثلا عملت 5 6 10 فيديوهات. 1000 دقيقة من المحتوى اللي انا شايفاه الصراحه مفيد على الاقل كان ليا، ومحتوى بيتطور. ما كنتش واقفه في مكاني، كل شويه بحاول اظبط الدنيا، الاضاءه، التصوير، الصوت. يمكن طبعا ما وصلتش يعني لربع حتى الجوده اللي حابه ان انا اوصل لها بعد كده، بس يعني لحظه ان انا اقف ويعني اسمها ايه، ابقى ممنونه وممتنه لنفسي اللي وصلت له، واشكر نفسي على ان انا قدرت اصبر واعمل كميه فيديوهات زي كده، خصوصا بعد يعني قعدت فتره كبيره قوي بعمل فيديوهين في الاسبوع، وده بالنسبه لي كان تحدي كبير قوي. بس انا سعيده جدا 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 باللي قدرت اوصل له، وسعيده جدا 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 فوق ما تتخيلوا بالمتابعات اللي جات لي الفتره دي. انا بدات السنه دي ب 2000 متابعه، دلوقتي عندي 76000 متابع ومتابعه. وسعيده جدا بالتعليقات والتشجيع، والناس بتبعت لي رسائل من حيث لا ادري في كل تواصل اجتماعي تشكرني، او حتى تقولي ان هي بتحب تتفرج على الفيديوهات وهي ملهاش في الخياطه. كل التعليقات وكل الاقتراحات وكل الحاجات دي بتساعدني جدا وبتفيدني جدا وبتبسطني جدا، وبحس ان انا شخص مهم وليه معنى، ويعني على الاقل الفتره دي قدرت افيد حتى لو واحد بس هبقى مبسوطه جدا. ما كنتش عارفه اعمل ايه الصراحه فيديو ال100، مش عايزه اعمله نوع من انواع الفيديوهات اللي بعملها عشان ما يبقاش فيديو يمر مرور الكرام. سالت الناس على تويتر اللي هي اكتر يعني مكان في السوشيال ميديا فيه متابعه عندي، اذا كانوا يعني حد عنده اسئله للفيديو دوت. والحقيقه جات لي 3 اسئله. هما غالبا تقريبا سؤال ويعني نوعين من المجامله يعني. فهو سؤال واحد اللي جالي، والحقيقه انا يعني انا سعيده جدا بجمهور تويتر ان هو ما خذلنيش. انا كنت متخيله ما حدش فعلا هيبعت لي، والحقيقه فعلا ما حدش بعت لي. يجوز ناس على تويتر عارفه عني كل حاجه. ف دخلت على جروب التفصيل اللي على الفيسبوك اللي فيه ناس مهتمه بالخياطه، وسالتهم اذا كنتوا حابين تسالوني اسئله اجاوب عليها في الفيديو. ففي ناس كتير بعتت اسئله، انا متاكده ان اغلب الاسئله متخصصه بالخياطه ومش هقدر اجاوب عليها باستفاضه هنا، بس هجاوب على قد ما اقدر على الاسئله العامه. كان نفسي الحقيقه في نوعيه اسئله، هل انا حامل؟ هل ابويا مطلق امي؟ هل ولاد عمي عندهم 3 رجلين؟ بس الحقيقه يعني انتوا خذلتوني وطلعتوا بتحترموا مساحتي الشخصيه، فتعالوا نشوف الاسئله بتقول ايه ونشوف الاجوبه. اول سؤال، السؤال الوحيد اللي جالي على تويتر عشان برضو ابقى اديت كل بلاتفورم حقه، انا خسيت ازاي؟ هو الحقيقه ما كنتش مدركه ان انا خسيت قوي، يعني كنت متخيله ان انا بشكل جسمي شويه مش خسيت. أدركت شوية من تعليقات الناس على الفيديوهات، واستغربت جدا الصراحة ان هم قدروا يلاحظوا فرق بالنسبة لي كان بسيط من خلال الفيديوهات. معرفش، هو انا بدأت من حوالي سنة وشوية لعبت رياضة لفترة 6 شهور، لعبت رياضة اسمها كروسفيت لو حد بيسمع عنها، وهي رياضة ميزتها ان هي بتحرك الجسم كله وبتساعد على يعني تقوية العضلات، فبالتالي ناحية الجسم. وده اللي انا كنت حباه، مش حابة ان انا اخس قوي وزن، كنت حابة ان انا اشكل جسمي واخليه عندي لياقة اعلى شوية، لان اكتشفت ان انا وصلت لنص العشرينات وانا بقالي كتير جدا جدا ما لعبتش رياضة. قعدت اتمرن 6 شهور، حاجة كان تمرين مثمر جدا جدا. دي الفترة بداية ما بدأت ان انا احس ان انا في تغيير وان انا بخس، بسبب ان انا كنت بتمرن 2 مرات في الاسبوع، طبعا ده مجهود زيادة ببذله مع كنت وقتها الحفاظ على الاكل اللي انا باكله. على الجزء الاخير من التمرين بدأت ان انا اظبط اكلي كمان، بدات امشي على مش نظام غذائي بس يعني نظام اصح للاكل، بان انا اكل عيش قليل جدا، اقلل السكريات واكل اكتر بروتين وخضار. السكريات بتفرق قوي قوي قوي، فرقت معايا.
وطبعا ده يعني حاجه تجربه شخصيه، يعني انا عارفه الناس طبعا هيبقى عندها مشاكل في السكر، في ناس ما تقدرش يعني لازم يبقى عندها تاكل سكر وهكذا. فيعني كل الحاجات اللي انا هقولها دي ملهاش دعوه بحالتك الطبيه او الصحيه، بس شخصيا يعني بدات ان انا اقلل السكر في المشروبات، لان انا بشرب مشروبات كتير. قطعت يعني تقريبا العصير الفريش قليل قوي دلوقتي، يمكن بشرب العصاير اللي هي زي الكاكاديه اللي هي النباتات اكتر من العصاير الفاكهه، لان انا كنت فاكره ان عصاير الفاكهه يعني صحيه نسبيا، هي صحيه طبعا بس هي فيها سكر كتير، والسكر ايا كان حتى لو في الفاكهه فهو برضو بيساعد على زياده الوزن شويه. فقللت العصاير خالص، بقيت اشرب ميه اكتر شويه لان انا لسه عندي مشكله في الميه، وباكل فاكهه طبعا بس اكلها احسن من شربها، باكل خضار كتير وبروتين طبعا، انا مش نباتيه فالبروتين اللي باكله بروتين حيواني، والكربوهيدرات اقل حاجه بقى رز، يعني قللت الرز خالص، بقيت اكل رز يعني كل فين وفين ما عدا في المحشي، لان انا المحشي بالنسبه لي يعني اي دايت لازم يقف قبل المحشي، فالرز بتاعي بالنسبه لي تقريبا باخده من المحشي. والعيش مثلا لو هاكله هاكله واحدة في اليوم، غالبا بتبقى الصبح علشان يديني طاقة ويتهضم باقي اليوم. وقفت رياضة، كنت متوقعة ان انا هتخن الصراحة، بس حقيقة انا ما تخنتش، في الاغلب خسيت شوية كمان. يجوز انا حيت شابني عضلات، بس يجوز جسمي قلل يعني العضلات اللي فيه دي قلت شوية، فقلل في الوزن على الميزان. وكمان حفاظ على الاكل خلى ان انا يعني قدرت ان انا شوية بشوية احافظ على الوزن اللي انا خسيته، فانا ما خسيتش كتير قوي. هو في المجمل انا مثلا بدات قبل الرياضه كنت حوالي 68 كيلو او 69 كيلو، انا دلوقتي 64، بس هو يمكن التشكيل شويه في الجسم هو اللي فرق مش الوزن ككل. نيجي بقى للاسئله بتاعت الجروب بتاع بالتفصيل، عشان هم الوحيدين اللي عبروني الصراحه. ما تحكي لنا شويه كده عن حياتك والايرلي لايف والصعوبات اللي واجهتك بعد التخرج وكده. يعني انا من الناس اللي بعتبر نفسي من المحظوظين شويه، ان انا اتولدت في اسره عندها جزء من الاستقرار المادي، ان انا اتخبط كتير وانا في كليه وبعد الكليه في محاولات شو يعني محاولات ان انا ابني حاجه ليا من غير ما احتاج ان انا دخل ثابت شهري بشكل مستمر عاجل، فده جزء من الحظ الصراحه وما اقدرش انفيه ابدا ابدا ابدا. علشان بس انا عارفه انه في ناس كتير بتقول لك انت مش محتاج فلوس، محتاج لا انت محتاج على الاقل استقرار وامان مادي علشان تبدا تشتغل نوع الشغل اللي انا اشتغلته، وهو الفريلانس او الشغل الحر. لاني انا قبل مثلا ما يبقى في براند وابقى مركزه فيها وابقى بعمل تشكيلات وكولكشنز وهكذا، انا بدات اشتغل فريلانس واشتغل من البيت، اعمل فساتين لناس يمكن اعرفهم او حاجه. وكل دوت محتاج ان انت تبقى في حد بيصرف عليك يعني بكل صراحه. فده جزء من الحظ. انا اعرف ناس كتير قوي يمكن يكونوا اشطر مني ما قدروش ان هم يستمروا بسبب موضوع الامان المادي، لان هم محتاجين شغلانه يعني فول تايم او دوام كامل زي ما بيقولوا علشان هم يقدروا يصرفوا على روحهم، او في ناس كمان تصرف على اهلهم. في ناس حتى ما كانش عندها رفاهيه انها تاخد كورسات او تتعلم وقت الدراسه، وكانت محتاجه انها تشتغل. فطبعا دي ناس يعني انا ارفع لها القبعه جدا، والحقيقه يعني انا عارفه ان الناس دي بظروف مختلفه كانت ممكن تبقى يعني تاخد فرص اعلى من كده بكتير. فيعني دي شويه ليها علاقه انا بدات ازاي. انا بدات بانه وانا في يعني وانا في اولى كليه خدت دبلومه او يعني كورس زياده عن الكليه اللي انا بدرسها، لان انا بدرس فنون تطبيقيه قسم ملابس جاهزه، فانا دراستي اصلا اكاديميه ملابس. بس بدات وانا في سنه اولى ان انا اخد كورس زياده. بعد كده بدات ان انا كنت وقتها اتجاه البراند هيبقى ان هو ملابس كاجوال رجالي وحريمي، وبدات فعلا اول كوليكشن قبل ما اتخرج بسنه. وكان الغرض من اللي انا ابدا قبل ما اتخرج بسنه انه انا مش عندي الرفاهيه ان انا يعني اغلط وان انا اخسر، لاني هبدا بمبلغ قليل قوي محوشاه، فمش هكلف اهلي فلوس، وفي نفس الوقت انا كده كده بدرس فما عنديش وقت ضايع، يعني ما عنديش وقت انا المفروض اشتغل فيه وانا ما بشتغلش.
بدات اقول كولكشن. بدايه الكولكشن دي كانت مع بدايه البراند، يعني في براندنج، في ليبل عليه اسمي، في لوجو رهيب رهيب ساعدني فيه صديق عزيز جدا ما خدش فيه فلوس. ودي برضو من الحاجات ان انت يبقى حواليك ناس موهوبه بتعمل حاجات كويسه. ممكن في البدايه ما تقدرش تدفع فلوس، او لو تقدر تدفع فلوس طبعا هيبقى هايل، تقدر تختار يعني حد يعمل لك حاجه. بس يعني انا فعلا محظوظه انه يعني اول لوجو عملته خالص كان سيء جدا، بس ده ما عملتش بيه كولكشن، ده كان لسه في البدايه. بس تاني لوجو لما قررت كان عندي شخص موهوب جدا، هحط لكم اللينك بتاعه تحت عشان هو يستاهل الصراحه ان الناس يعني تعرفه. وعمل لي لوجو الحقيقه لحد دلوقتي بيجي لي تعليقات حلوه جدا عليه من ناس بتفهم في الجرافيك ديزاين. فبالنسبه لي اللوجو ده كان يعني فعلا مش فتحة خير، بس هو دفعة كويسة قوي ان انا في البراندنج ماشية على الطريق الصح. عملت اللوجو وعملت الليبل بتاعي، وبدأت ان انا ارسم اول كولكشن، اشوف حد يعمل لي عينات. اول كولكشن بالمناسبة اتعمل منه عينات بس، او يعني من كل تصميم مقاس ولون، فبتعملش منه انتاج. اتباع على مدار كتير، يعني اتباع على مدار سنة وسنتين، يعني حتى لما نزلت كولكشنز تانية فهو لما نزل ما اتباعش بشكل كبير. وكانش غرض منه قوي البيع قد ما كان غرض منه اثبات انا موجوده، انا بعمل كذا وكذا وكذا. الحقيقه لحد دلوقتي انا بفخر جدا بالكولكشن ده، وشايفاه من احسن الكولكشنز اللي انا عملتها. افشل لحظه او اكتر لحظه انا حسيت بالفشل فيها كانت وقت تاني كولكشن عملته، كان كاجوال صيفي. والكولكشن دوت عملت فيه انتاج وعملت صرفت فيه فلوس انا كنت محوشاها، وفلوس كانت من شغلي وفلوس كانت من اهلي، وكلهم خسروا. يعني الكولكشن ده باع اكتر بكتير قوي من اللي قبله، بس بالنسبه للعدد اللي كان معمول بيه ما باعش قوي، فما كانش ناجح بالنسبه لي. كنت محبطه جدا، وكنت حاسه ان انا بضيع وقت. ودي اللحظه اللي انا قررت انقل فيها بشكل كامل ان انا اعمل فساتين بس بالطلب، لان انا بعمل فساتين بس ما كنتش بعملها بشكل رئيسي. دلوقتي كنت قررت انه خلاص انا هركز في الفساتين بس، وهعمل كولكشنز فساتين بس، وهتخلى عن فكره الكاجوال دلوقتي خالص لحد ما يبقى عندي قاعده شعبيه تشتري، او ماركت سوق اقدر اسوق فيه، او فلوس عايزه ارميها في الارض. اكتر الصعوبات يعني طبعا الصعوبات الماديه دايما بتلاقيها، وده برضو نرجع تاني لفكره الامان المادي، ان انا ممكن شهر ما اقدرش ادفع الايجار بتاع المكان اللي انا مأجراه عشان اشتغل فيه، فاضطر ان انا استلف من اهلي وهم يبقى عندهم السيوله الماديه اللي هم يسلفوني بيها ويستنوا عليا شويه لحد ما ارجعها او ما ارجعهاش. يعني بابا بيتفرج على الفيديوهات دي فبلاش افكره بذكريات اليمه. عايز اعرف ازاي اعمل بيزنس او مشروع خاص ازاي. انا يمكن اتكلمت شويه في السؤال اللي قبل كده عن موضوع انا مشيت ازاي. كل واحد بيمشي بطريق مختلف تماما. في ناس بتبدا من بدايتها في الشغل وبتكتسب الخبره بالتجربه والخطا زي ما انا عملت. في ناس بتروح تتمرن وتشتغل بالسنين علشان تكتسب الخبره دي، وبعد كده تفتح حاجه نجاحها اكبر بكتير يعني مضمون عن اللي انا عملته. بس حابه بس يعني اقول يمكن اهم نصيحه لو انت ناوي تعمل بيزنس او شغل خاص بيك ليه علاقه بالتصميم، حاول يبقى تصميم اصيل، وحاول ما تقلدش حد، لانه يعني بالذات في الحالات دي الموضوع بيبقى سمعه، ولو اتعرف او يعني اتقال ان انت بتقلد او بقى عليك سمعه ان حد بيجيب لك شغل وانت بتعمل زيه، اتاكد ان السمعه دي لازقه فيك للابد. لحد ما لو حاولت تغيرها بعد سنين هتقدر تغيرها، بس كبدايه ما انصحكش قوي انك تعمل كده. ده بيجي قدامه تكلفه كتير قوي، ان انت بتخسر شغل لان الناس مش بتبقى واثقه في تصميمك، او مش بتبقى شايفه الصوره حاجه متنفذه، فبتحس ان هي مش واثقه قوي. فانا كتير خسرت ناس كانوا بيسالوني عايزين نعمل فستان زي الصوره، فبقول لهم انا مش بعمل من صوره، انا برسم تصميم، فبيقولوا لا خلاص مش عايزين. فده لازم تتوقع انك هتقبلوه كتير قوي. بس في النهايه بيفرق ان انت خلاص بعد فتره بيبقى عندك زبونك اللي عارف ان هو جاي عشان ما لقاش حاجه في الصور عجباه، فهيجي عندك علشان يلاقي اللي عجبه. دي اهم نصيحه بالنسبه لي. هتعملوها ازاي؟ فعلا كل واحد ليه طريقه. في ناس بتبدا بفلوس كتيره بتضخها على ناس بتفهم وناس ليها باعة في المهنه يعني، وفي ناس بتتعلم كل حاجه بنفسها وبتعمل كل حاجه بنفسها.
انا عملت كده خسرت حاجات وكسبت حاجات، وكل واحد يعني كل طريق ليه مكاسبه ومخاسره. عايز اعرف انت من فين، بحسك احيانا من شبرا واحيانا احس انك من الصعيد، بس مؤخرا جيتي القاهره. اتمنى تكوني من الصعيد عشان تفشخر بيتي. انا مش من شبرا ومش هقولها انا منين، بس انا مش من الصعيد، انا جدي جه من الصعيد وبعدين ستي راحت الصعيد ولدت ابويا واخواته ورجعت تاني القاهره، واهل امي من الجيزه، فاحنا يعني في القاهرة والجيزة من أجيال يعني. بس لسه في بقى باقي من العيلة في الصعيد اللي هم يبقوا خالات بابا يعني وعمات بابا وهكذا. إزاي أطور من نفسي ومن شغلي؟ حاجتين. أول حاجة الملاحظة، الملاحظة مهمة قوي. لازم تبقى عينك في كل حاجة حواليك ليها علاقة بالمهنة، ليها علاقة بالمهن المجاورة ليك، ليها علاقة بكمان الأحداث اللي بتحصل. جزء كبير جدا من الصيحات والحاجات اللي بتأثر في الملابس بتيجي من الحالات الاقتصادية والاجتماعية للشعوب، فلازم تبقى ملاحظ قوي ومدرك قوي ايه اللي بيحصل. لازم تبقى بتطور نفسك كشخص زي ما بتطور نفسك كصاحب مهنة. لازم انه تذاكر قوي الحاجات اللي بتحصل، مش مذاكرة اللي هو كل يوم بالليل هفتح كتاب وأقراه، بالعكس. لازم بس يبقى عندي نافذة يعني، لو عندك انترنت في الأغلب هو هيبقى النافذة الوحيدة اللي عندك، لأن انت تشوف العالم كله بيعمل ايه، بيلبس ايه، بيروح فين، بيجي منين، مين لبس ايه، مين راح فين. كل الحاجات دي بتخليك انت تفكيرك نفسه بيتطور من غير ما تحس. فدي أول حاجة في ازاي أطور من نفسي. تاني حاجة لازم يبقى عندك أهداف وعندك خطوات، كل ما بتوصل لخطوة بتطمع في اللي فوقيها. فمثلا سي انا بدات بان انا هعمل كولكشن مش هستخدم فيه اي حاجات منقوشه وانا متطرزه، علشان ما حدش يجي يقول لي انت جايبه القماشه دي من الوكاله فانا هجيبها من الوكاله واعملها زيك. فبدات بالاقمشه الساده عادي جدا، عملت كولكشن بسيط قوي. الكولكشن اللي بعده كان عندي طموحات اكبر، فكان لازم اكبر، فطورت الاقمشه وبدات ان انا اطرز حاجات خاصه بيا سواء تطريز يدوي او تطريز الي. والكولكشن الجاي عندي طموحات اكبر ان انا اطور حاجات زي كده. فلازم تبقى انت عارف انت واقف فين في درجه التطوير، ولازم تبقى عارف انت واقف فين يعني وسط اللي انت السوق اللي انت بتعيش وسطيه وبتلعب فيه، وتبقى فين وسط الـ بقى الاسواق العالميه لو انت يعني بتفكر ان انت تطلع بره يعني. ناس كتير قوي بتسال على الاماكن اللي فيها كورسات في القاهره. انا هقول اشهر الاماكن تقريبا قلتهم قبل كده في فيديو، مش هوصي بمكان معين لانه دي اماكن كلها نسبيا كويسه، بس في اختلاف في الاسعار واختلاف في الاشخاص، وانا ما جربتش ان انا اخد فيهم كلهم عشان اوصي بواحد. هبدا باول المكان اللي انا درست فيه اسمه كارير جيتس، حطيت لينكه قبل كده، موجود في المهندسين وفي الدقي وفي مصر الجديده. في مكان تاني اسمه ارت سكوير، موجود في ارض الجولف مصر الجديده. في مكان اسمه الايطاليان فاشن اكاديمي، وده تقريبا اعلاهم سعرا، موجود في الدقي او في المهندسين يعني. وفي اماكن تانية كتير كتير جدا اشتهرت، انا يعني دول يمكن اماكن انا احتكيت بيهم. في مكان رابع اسمه الاف دي سي، وده تابع للحكومه، سعره ارخص نسبيا بس بتدرس على مدار طويل شويه. كل الاماكن دي الافضل انكم تسالوا حد درس فيها، لان انا ما اقدرش اوصي بمكان عن التاني، لان انا ما خدتش فلوس ان انا اعلن عن حد، وانا الحقيقه عايزه فلوس. فاي حد عايز يعلن عن مكان اللي بيدرس فيه يجيلي هنا عشان يديني فلوس واعلن عنه. ازاي اخد خبره المجال في وقت اقصر؟ ازاي اتعلم اوصل اسرع؟ الكلمتين ما ينفعش يبقوا موجودين في اي مهنه يعني ابداعيه، لان مفيش حاجه اسمها اقصر واسرع. كل واحد بيمشي وبيوصل لمرحله النضج في شغله في وقت مختلف عن التاني. ما اقدرش اقول لك غير انه انت محتاجه تذاكري كتير، ومحتاجه تبصي كتير على الحاجات اللي فاتت والحاجات اللي جايه، محتاجه تعرفي كل فتره كانت متميزه بايه في التصميم، ومحتاجه كمان ان انت تمشي في اتجاه التكنيكال او التقني زي مثلا التفصيل والباترون والخياطه وهكذا. تجربي كتير جدا عشان تغلطي كتير قوي وتعرفي الصح فين. مفيش حاجه اسرع من انك تبقي على طول بتذاكري وبتجربي.
سمر بتقول احنا شايفين هنا انك ما شاء الله عندك خبره كويسه في المجال، هل انت بتشتغلي او عندك مشروع في المجال ده؟ اه انا بشتغل، عندي براند اسمها بسنت ماكسيمس باسمي، و جزء من يعني لو هفترض ان انا فعلا عندي خبره او يعني الكلام ده صح، جزء منه بسبب اني مش ان انا عندي براند، جزء منه بسبب ان انا مهتميه قوي بالموضوع وبذاكر او بدور وبعرف ايه الافضل وبجرب، يعني بجرب كل شويه بطور من المهارات بتاعتي، ما بقفش عند المكان اللي علمني، لاني يعني شايفه انه في حاجات كتير قوي 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 محدش بيعلمها، انت بتكتشفها بالوقت بنفسك وبالتجربه، يعني التجربه اهم حاجه. يمكن ده عشان كده بعرف اجاوب حاجات كتير. وفي على فكره جزء من الموضوع هو بحث، يعني في اسئله كتير قوي بتيجي على الجروب بالتفصيل، وبيبقى حلها ان انا اعمل جوجل سيرش، بحث على جوجل بسرعه وبقول الاجابه، فبحس ان في اوقات ناس ممكن تكسل انها تبحث، والبحث بيجاوب على اسئله كتير قوي وبيفتح مجالات مختلفه اكتر من السؤال. الناس اللي بتقول انه هي في اماكن ما فيهاش كورسات ومحتاجه ان هي تتعلم ومحتاجه ان هي تكبر وهكذا، انا ما اتعلمتش يعني 100% من اليوتيوب، بس اليوتيوب فيه جزء تعليمي مش قليل، محتاجه انك يعني للاسف لازم تطوري لغه انجليزيه، لانه اللغه الانجليزيه فيها جزء كبير قوي من المحتوى بتاعنا، وده للاسف يعني ده جزء من اللي خلاني اصلا اعمل قناه باللغه العربيه، بس انا جزء كبير قوي من تعليمي كان باللغه الانجليزيه، من تعليم اليوتيوب يعني اللي اتعلمته كان لغه انجليزيه، كان محتوى اجنبي، فمحتاجه انك على الاقل تعرفي المصطلحات الخاصه بالمهنه باللغه الانجليزيه عشان تقدري تفهمي الفيديو او هكذا. في اماكن ومواقع بتتيح ان يبقى في كورسات اونلاين بتبقى بفلوس، بس يعني بتبقى ضامنه شويه كورسات الاونلاين اللي بفلوس ان انت تاخدي محتوى مثمر شويه اكتر من اليوتيوب المتبعتر، هياخد الوقت اطول شويه، بس يعني في اغلب الوقت مش عندك غير كده، لازم تجربي كل حاجه بتشوفيها زي اي كورس، زي ما الناس في كورس بتبص وتجرب، لازم تعملي دوت ولازم تبدأي، يعني ما اقدرش اقول لك يعني تعملي ايه غير لما تبدأي، فلازم تبدأي وانت هتعرفي نفسك تعملي ايه. ايه افضل باترون جربتيه، الايطالي ولا المصري ولا الفرنسي؟ انا درست الايطالي ومصري وحاسه الايطالي اصعب بس تلبيسه افضل، حابه اعرف رايك. طالما انت يعني انت رديتي على نفسك، الباترونات مش علم ثابت، الباترون هو اجتهاد لكل حد، وحتى الايطالي والفرنساوي والحاجات دي هي بتنسب لاشخاص صنعوها من البلاد دي، طالما التلبيس ده عجبك خلاص. وموضوع الباترون صعب، انت في الاول مثلا هتعملي باترون كذا مقاس وبعد كده بتقربي المقاسات العملاء اللي عندك للباترون وبتشغلي بيه. فالايطالي بالنسبه لي كويس، انا جربته في الملابس الجاهزه وكان لطيف جدا بالنسبه لي، اصعب بس تلبيسه فعلا احسن. انا شخصيا بفضل ان انا قبل ما اعمل يعني قبل ما اقرر انا هشتغل بباترون ايه، ان انا اختار مقاس واحد، لو عندي مانيكان اشتغل على المانيكان وباخد المقاسات وبرسم الباترون بكل الطرق الممكنه، وبعد كده بعمله على دمور او بفته او مشملايات والبسه على المانيكان، اشوف التلبيس اقرب واحد للحقيقه، بيبقى في الاغلب ده افضل باترون. ممكن اعمل التعديلات واظبط بعد كده ان التعديلات على الباترون دوت كذا وكذا وكذا. بس انت كنت عايز اعرف التفاصيل بتاعه امتحان القدرات الخاص بكليه فنون تطبيقيه. القدرات فنون تطبيقيه بيبقى كذا امتحان، حاجات رسم هندسي وحاجات تقريبا اسس تصميم، انا مش فاكره قوي، افضل حد يعني يشرح حاجه زي كده. انت اصلا لما بتقدمي على امتحان القدرات او انك تمتحني قدرات بقى عندك حل من الاثنين، يا اما تاخدي تشتركي في الكورس بتاع الكليه وده اللي انا افضله، يا اما بتاخدي مع مجموعه من المجموعات اللي بره اللي بتعمل كورسات وبتدي للناس زي كبسوله النجاح في امتحان القدرات. انا خدت في كليه وكان لطيف وهم اللي بيعرفوكي كل حاجه، فلو عندك الامكانيه انك انت تشتركي في امتحان القدرات بتاع الكليه في الكورس، يعني افضل ده اكتر، يعني اكتر حاجه هتفيدك. ازاي نعرف وش القماش من ظهره بالاحساس؟ لا هو في قميشه طبعا بيبقى معروف وشها من ظهرها، القميشه المطبوعه مثلا اللون القوي بيبقى في الوش واللون الاخف بيبقى في الظهر، في النسيج كذلك، بس يعني الموضوع وش والظهر ده هو انت حابه، انت يعني لو في اختلاف بينهم فانت حسب انت عايز تشتغلي على انهي ناحيه فيهم، مفيش فرق بين المتانه في الوش والظهر، ممكن يبقى في فرق في اللمعه، في فرق في الشكل المظهريه، وفي كلتا الاحوال انت حابه الموضوع يبان ازاي، لان في قماشه كتير جدا بتجيبها عشان اشتغلها على ظهرها، فالموضوع مش بالازمه دي،
بس مثلا عمشت تريكو بيبقى باين وشها ليه شكل ضفيرة كده وظهرها ليه شكل زي العقد، فالموضوع مش معقد للدرجة. سؤال غريب شوية بس نفسي أعرف، هو الإيحاء بتاع التصميمات بيجي منين؟ يعني المصممين بيعملوا إيه عشان يجيبوا الأفكار بتاعتهم؟ يعني الإنسبيريشن أو الإيحاء إن حد يستوحى حاجة مش صعبة. الأفكار بتيجي بـ 500,000 شكل، بتيجي عن طريق الملاحظة إن أنت بتشوفي تصميمات لناس تانية فتحسي إنه الخط ده عجبك فأنت عايزة تدخليه في تصميمات عندك. بيجي عن طريق التاريخ، انك بتشوفي تصميمات قديمه وبتشوفي حاجات مصممين قدام عملوها، بتشوفي حاجات استخدمت في بلاد مختلفه على مدار السنين كلها اللي فاتت، زي الناس اللي بتاخد فن ياباني او فن كوري او بتاخد شغل فرنساوي قديم وتدخله في تصميماتها. الإيحاء ممكن يجي بقى من طبيعة، من تشوفي ألوان في طبيعة، تشوفي شكل في طبيعة تحب ان انت توصليه. مرحلة ان انا اخد صورة واحولها لتصميم، دي مرحلة برضو من مراحل التصميم. هحاول يعني اتمنى ان انا اقدر قريب اعمل سلسلة فيديوهات عن التصميم. فعلا بتاخدي من كل حالة تقدري تاخديها، كأن الكاتب بيكتب وبياخد من كل يعني حالات اللي بيقابلها، الشخصيات اللي بيقابلها، الأشكال اللي بيشوفها، لأن الأشكال نفسها في أشكال تدينا بشكل انسيابي تحس إنه جميل، وفي أشكال تحسسنا إنه شكل هندسي ممكن يبقى ناشف شوية وهكذا. فالحاجات دي كلها بتيجي بالملاحظة تاني، الملاحظة والشوف والإيد. يعني أنا إيدي بتشوف، يعني عيني بتشوف رسمة، بتشوف حاجة، إيدي بتشتغل وتحاول تشوف ترجم الرسمة دي على تصميم. ممكن الأول يطلع الموضوع حرفي، يعني أخد الرسمة أرسمها ألطعها على التصميم، بعد كده هيجي من خلال أن أنا أحلل الرسمة، باخد الرسمة دي حللها وبعمل منها خطوط وبعمل منها اتجاهات هي اللي بعد كده بتدخل في التصميم. فسواء ده أو ده كل حاجة بتنفع. أهم حاجة أن أنا أبدأ عيني بس تقدر تفسر التصميمات اللي أنا بشوفها، إيه الحلو فيها، إيه اللي شدني فيها، الخطوط اللي عجبتني فيها وهكذا، وبعد كده كل حاجة بتيجي. يعني ميرسي قوي على الدعوات، يعني في دعوات وناس كتير قوي بتقولي كلام حلو، مش هقدر أقوله عشان هتسف، بس يعني الصراحة ميرسي قوي. يعني أتمنى يكون عجبكم، أو أكيد هيبقى طويل، فلو حد يعني بيكرهني أو مش حابب يسمع صوتي الفترة دي كلها، أتمنى يكون قفل الفيديو عشان ما يكتبليش تحت في التعليقات إن صوتي مزعج. ولو عجبكم الفيديو دوت قولولي في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا هنا في قناتنا ومشتركين، الجرس اللي جنبه عشان يوصلكوا تجديد الفيديوهات اول ما تنزل. ما تنسوش السوشيال ميديا، الفيسبوك وانستجرام، جروب بالتفصيل على الفيسبوك خاص فقط بالناس المهتمه بالتفصيل. كمان ما تنسوش تكتبولي في التعليقات نفسكم تشوفوا ايه للميت فيديو الجايين. شوفوا اقتراحات اليوتيوب هنا وهنا، واشوفكم على خير المره الجايه.